السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا يا أصدقائي بالدرس الرابع بعنوان القرآن الكريم. هيا يا أصدقائي، كل منا يميز كتاب الله. هذه هي سورة القرآن الكريم. سورة القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم نسميه القرآن الكريم. ماذا نعني بالقرآن الكريم؟ هو كتاب الله تعالى، والكلام الموجود فيه كلام الله تعالى. إذن القرآن الكريم يا أصدقائي كتاب الله تعالى وكلام الله تعالى. لنستمع إلى القصة القصيرة عن نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قصة نزول القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يخلو بنفسه في غار حراء يتفكر في خلق السماوات والأرض، وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي من عند الله تعالى. وفي ليلة من الليالي نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فأعاد جبريل السؤال مرة أخرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. وفي المرة الثالثة قال له جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت هذه أول آيات نزلت من القرآن الكريم. وبعدها نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار ودخل بيته وهو يرتجف ويقول زملوني زملوني، أي غطوني. فغطته السيدة خديجة رضي الله عنها حتى ذهب عنه الخوف، وأخبرها رسول الله بما حدث، فأرسلت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكانت له دراية بالإنجيل والتوراة، فلما علم بما حدث طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا وحي من عند الله تعالى وبدء نزول القرآن. طلابي الأعزاء، استمعنا إلى هذه القصة القصيرة عن كيفية نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد ويجلس في غار حراء يتفكر في أمور الدنيا، في أمور الدين والدنيا، حتى نزل عليه الوحي جبريل عليه السلام، وكان يجلس في غار حراء. انظر إلى سورة غار حراء يا صديقي، هذه هي سورة الغار. أين يوجد هذا الغار؟ يوجد في مكة المكرمة، وتعرفنا على مكة المكرمة بالدرس الأول يا صديقي. إذن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن بوساطة الملك جبريل عليه السلام. بوساطة من يا صديقي؟ جبريل عليه السلام. أحسنتم. إذن للقرآن يا أصدقائي أسماء عدة، للقرآن عدة أسماء، وقد ورد اسم فيها من هذه الآية. استمع إلى الآية الكريمة الموجودة هنا بين الأقواس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن كلمة الذكر، انتبه إلى هذه الكلمة،
الذكرى. إذن هذه الكلمة هي اسم من أسماء الله، اسم من أسماء القرآن الكريم، اسم من أسماء القرآن الكريم. وأيضا من أسماء القرآن الكريم يوجد كلمة البيان وأيضا الكتاب. إذن للقرآن الكريم أسماء عدة، ورد في الآية الكريمة الذكرى، وأيضا توجد في آيات أخرى كلمة الكتاب، ويوجد أيضا كلمة البيان. نقلب الصفحة لنتابع الأنشطة سويا. هيا يا صديقي للنشاط الأول، أخط بقلم الرصاص على كلمات العبارة الآتية. هيا لنتابع كلمة كلمة. أحافظ على أحافظ على تلاوة القرآن الكريم. كما عرفنا يا أصدقائي لكل حرف من القرآن الكريم يعادل 10 حسنات، فلذلك كلما حافظنا على تلاوة القرآن سنكسب حسنات أكثر ونرضي الله عز وجل. لنكمل النشاط الثاني، ألون الدائرة أسفل سورة المكان الذي نزل فيه القرآن الكريم. كيف نميز مكة المكرمة من المدينة المنورة؟ نميزها بوجود الكعبة. أين هي سورة الكعبة يا أصدقائي؟ انظر إلى الناس الذين يطوفون بالكعبة التي يتميز لونها الأسود، والآيات القرآنية التي تخط باللون الذهبي، ونلون الدائرة أسفلها. إذن هذه هي سورة مكة. أحسنتم يا أصدقائي، هل تعرفنا على القرآن الكريم؟ لنكمل النشاط في الصفحة التالية. واحد، أملأ الفراغ بالكلمة الصحيحة فيما يأتي. ألف، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على رسولنا من؟ محمد. هيا لنكتب كلمة محمد في الفراغ الأول. إذن يا أصدقائي، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على رسولنا محمد بوساطة الملك جبريل عليه السلام. ب، للقرآن الكريم أسماء عدة، منها الذكر والكتاب. لننتبه يا أصدقائي إلى التدريب الثاني، أضع إشارة صح أسفل الرسم الذي يدل على السلوك الصحيح. هيا نشاهد الصورتين. الصورة الأولى خزانة لحفظ الكتب، ويوجدها القرآن الكريم. انظر، هذا كتاب الله، هل يوجد فوقه شيء؟ لا. انظر إلى الصورة الثانية، هذا القرآن الكريم، سيضع هذا الطالب كتابا فوقه، ويوجد أيضا في الخزانة كتب أخرى، وهذا لا يجوز. إذن السلوك الصحيح في الصورة الأولى، حيث لا يجوز أن نضع فوق القرآن الكريم أي كتب. أحسنتم يا أصدقائي، إلى اللقاء في الدرس المقبل.